السلام عليكم. انا ساكنه في بزنايه ميرساي، مولات الدار دابا اللي كاريه عندها كتهددني بهاد الجائع، من حيت جلست مبقيتش كنخدم، تلم عليا الكرا 3 شهور الكرا، ما عنديش باش نجبد لها 3 شهور الكرا، هي دابا كتهددني، ما عندي فين نخرج ولا باش نخلص، حيت ولدي جالست انا جالسه من الخدمه وتا هو جالس من الخدمه تا هما نقصوهم، ولدي اللي كان كيعاونني شويه، وانا عندي 3 د الاولاد، جوج باقي كيقراو، هذا هو الكبير عندي اللي كيساعدني، تا هو راه جالس من الخدمه، وما عنديش باش نخلصها ولا باش نجيب غير لقمه العيش، ما عنديش. كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين يد المساعده اللي عند اللي كيشوفني دابا، نتمنى منكم الله يرحم لكم الوالدين تساعدوني وتشوي لي شي حاجه السكنه، الله يرحم لكم الوالدين باش اللقمه نبقى خاصني غير لقمه العيش، نبقى فاتها غير مع لقمه العيش، دابا خاصني غير السكنه، الله يرحم لكم الوالدين يشوفوا لي شي حل مع هذه السيده هذه، الله يرحم لكم الوالدين. كتهددني كتقول لي خرجي وانا ما عنديش فين نخرج. شحال كتسالي؟ كتسالني 3 شهور الكرا كتسالني، ودابا كتهددني كتقول لي خرجي وانا ما عندي فين نخرج. الله يرحم لكم الوالدين اللي كيشوفني دابا واللي كي، الله يرحم لكم الوالدين يشوفوا من حالي، الله يرحم لكم الوالدين. ما راه حالتي ما عالم عليها الا الله، وانا مريضه بالسكر وكنقد شي بعض المرات كتجيني السخفه، بعض المرات كان سميتو والله العظيم يا كنت مالي السكر متشهرتش خصني ندير العمليه، انا هذه عرفتي عامين هذه عمرنا ما درت انايا حتى حالي، ما متشهرتش خصني بنادم يصاوب يدوز يشوف يدير حتى حالي على السكر، انا راه عامين هذه والله العظيم داك الشيء راسي انا كاع نسيتو، وليت كنشوف هذاك الكرا وذاك الصير تاع الاولاد. الله يرحم لكم الوالدين، الا ما تشوفوا من حالي الله يرحم لكم الوالدين. كنت خدامه في واحد المطعم، كنا ثلاثه بينا، وحيت جات هاد كورونا هذه نقصوني انا وهما تيجيو جات، الله يرحم لكم الوالدين. ما كاين نجيب والو، ما حتى الخدمه نفتش عليها ما كاين والو، دابا ما كاينش والو، كلشي موقف. اللي مشيت عنده تيقول لي ما كاينش باقي ما خاصنيش، وهذا الشيء هذا اللي والحالتي راه معان عليها الا الله. الله يرحم لكم الوالدين يشوفني ويشوف من حالي، الله يرحم لكم الوالدين، كنطلب منكم المساعده، الله يرحم الوالدين. الدخول للمدرسه هو جاي وولدي تا هو باغي، واحد عندي في الرابعه واحد في التاسعه، وما عندي باش نشري مكتوب، ما عندي والو، المهم راه شاء الله عند حالي، الله يرحم لكم الوالدين. انا عندي غير الله والمحسنين، كنطلب فيكم الله والمحسنين، كنطلبكم الله يرحم لكم الوالدين، كنترجاكم الله يعزكم. هذه وانا كاريه عندها ودائما كنخلصها، ما عمرني سميتها، تنحيدها من راسي ونزيدها في الكرا باش ما نشريش صداع راسي، بغيت غير لهنا بغيت غير نتهنى منها. ودابا حيت جات هاد كورونا هادي جا هاد المرض هذا، راه الله عالم نقص جلست انا وجلس ولدي، راه غير لقمه العيش دروكا راه واعره، والكرا راه ما ولات الكرا ما بقاتش كت، حيت كنت نخلصها حيت كنت نخلصها كانت مزيانه، ودابا حيت ما بقيتش ما عنديش باش نخلص كتهددني كتقول لي خرجي، وراه كل نهار كتجيني كل نهار كتجيني، ما عقلتش عليا حيت كنت نخلصها كان المهم كنت مزيان، ودابا ما عقلتش عليا عامين هادي وانا عندها، ودابا كتقول لي خرجي ما عندي فين نمشي. الله يرحم لكم الوالدين، انا ما عنديش الراجل وانا اللي مسؤوله على هاد الاولاد هادو، كنصرف عليهم انا والله اللي عندهم، وانا كنترجى منكم الله يرحم لكم الوالدين، كنترجى من الله ومنكم انتوما يا المحسنين، الله يرحم لكم الوالدين، كتشوفوني شوفوا لي من حالي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم.